لو الحكاية فيها إن فيتو Mein Dank gebührt der General Edition Book Organization, den Veranstaltern dieser Messe, sowie dem ägyptischen Kulturministerium als Schirmherr. Außerdem danke ich dem Goethe-Institut Kairo und der Frankfurter Buchmesse, verabreden durch Frau Becker und Frau Dobry, für die Betreuung des deutschen Standes und die Organisation eines spannenden Begleitprogramms. حضرات السيدات والسادة الأعزاء، السيدات والسادة الأعزاء من محبي الأدب الألماني، القراء والناشرين الأعزاء، عزيزتي السيدة بيكا، عزيزتي السيدة دوبري من منصة نار فرانكفورت للدولة الكتاب، إنه لمن دواعي سروري ومن خط سعادتي أن أفتتح الجناح الألماني لمعرض القاهرة الدولي السابع والأربعين للكتاب. وأود في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر للهيئة العامة للكتاب والقائمين على تنظيم هذا المعرض من وزارة الثقافة المصرية القرار الرسمي لهذا